لم يعد احتساب معدل انهيار الليرة مقابل الدولار ذات جدوى، الأمور خرجت عن السيطرة، بلد قرر مسؤولوه نفض أيديهم من الانهيار، وقفوا يتفرجون ويجاهرون بخطة إنقاذية، فصلوها بشكل تحافظ على مكتسباتهم. وقال حاكم مصر في لبنان بأنه الوحيد القادر على لجم سعر صرف الدولار عبر منصة صيرفة، هذه المنصة التي سعرت الدولار بأسعار مختلفة، فشلت بأن تكون قاعدة لتداول الدولار لأسباب يطلع صوت بيروت انترناشونال عليها وبيروت سيتي الخبير الاقتصادي والمصرفي علي نور الدين. هلا هو أسباب تدهور سعر صرف الليرة بتتعدد، بس جميعها بتتصل بعدم وجود سياسة نقدية لتوحيد وتعويم سعر الصرف بشكل مضبوط ومدروس من قبل مصرف لبنان، وهي كلها من علامات تخبط السياسة النقدية. هذا الحكي بياخذنا على موضوع منصة صيرفة، منصة صيرفة اللي كان يفترض أن تكون هي أداة التداول الرئيسية بيعاً وشراءً للدولار، وهي تمهد لتوحيد وتعويم سعر الصرف بالمستقبل. اليوم المنصة فشلت، دلالات فشلها كثيرة، بداية من تواضع حجم أعمالها مقارنة بحجم أعمال السوق الموازية. سعر صرفها منه سعر الصرف الواقعي والفعلي للدولار، بعد في عنا سعر صرف سوق السوداء هو اللي عم تحتكم له السوق. وبالنهاية عمل هيدي المنصة حاليا يقتصر على أنه مصرف لبنان عم بيأمن الدولارات لبعض المستوردين وبشكل ملتبس وبسعر صرف يسود عملية تحديده كثير من الغموض والالتباس، مش واضح أبدا كيف عم يتحدد سعر الصرف ولا لمين عم ينباعوا هول الدولارات. ليه تعثرت المنصة؟ أنا تقديري الشخصي لأنه مصرف لبنان لم يكن جادا منذ البداية بعملية تعويم وتوحيد سعر الصرف، وما كان بده هالشي، لأنه هيدي المسألة تتناقض وتتضارب مع مصالح بالقطاع المصرفي، مصالح لمصرف لبنان ومصالح للمصارف التجارية. وبالناحيتين، أولا حتى ما ننسى تعدد أسعار الصرف يخدم اليوم المصارف من ناحية السحوبات اللي عم بتأمنها بالليرة اللبنانية من الودائع المدولرة، وبالتالي هذه المسألة فيها مصلحة لهم، والخروج من حالة تعدد أسعار الصرف ما بيناسبهم. والمسألة الثانية، اليوم مصرف لبنان والمصارف التجارية بعدهم عم بيصرحوا عن التزاماتهم للمودعين بالدولار على سعر الصرف الرسمي اللي هو 1005، وبالتالي الخروج من حقبة تعدد أسعار الصرف سيعني أنه هذه الالتزامات بدنا نقدر قيمتها نصير حسب سعر الصرف الفعلي والواقعي، وهيدا بس يصير هيدا الشيء بدها تنكشف كتلة كبيرة من الخسائر اللي هي الناتجة عن الفارق بين التزامات وموجودات المصارف ومصرف لبنان بالعملة السابقة.